ومن خصائص يوم الجمعة كما أسلفنا أن ابن القيم رحمه الله قال: حسب منامات ذكرها وذكرتها في الجمعة الماضية من أن الموتى يعرفون زوارهم يوم الجمعة أكثر منهم لمعرفتهم في الأيام الماضية. لكن لو قال قائل: أتعرف الموتى زوارها في سائر الأيام؟ فالجواب نعم. ما الدليل؟ الدليل كما قال رحمه الله في كتابه الروح، قال: يسمى زائر المقبرة يسمى زائرة، فالآتي للمقبرة يسمى زائرة، والمزور إذا زاره أحد لابد أن يعرف من هو هذا الزائر، وإلا لم يصح أن يطلق عليه أنه زائر. ثانيا، أن الزائر يسلم على أهل المقابر، وإذا كان يسلم فهذا يدل على أن الميت يعرف زائره، وإلا لما كان في هذا السلام معنى. ثالثا، ورد حديث صححه ابن عبد البر واحتج به ابن القيم وضعفه غيره كابن رجب، حديث: ما من مسلم يمر على قبر مسلم يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه حتى يسلم عليه.